Allez, öffnen das Booklet, Seite 25. Ja, heute erkläre ich Lektion 6 an all die Wortschatzmabad. هنترجم مع بعض دلوقتي كلمات الدير. دير بلايشتيفت يعني قلم رصاص. لو الصوت واضح تمام بالنسبة لكم ممكن بس raise your hand. الصوت كده تمام. طيب عندي بلايشتيفت يعني قلم رصاص، فيلر قلم جاف او القلم الحبر يعني، كولي قلم جاف، غدير جومي يعني بريه، شبيتزر غدير جومي، سوري غدير جومي يعني استيكه، انما شبيتزر يعني بريه، مالكاستن علبه الوان، بنزل فرشة ألوان، فاغ بشتيفت قلم ألوان، بلوك اللي هي النوت اللي احنا بنكتب فيها، فاندر تاج تريب يعني رحلة أو يوم تجويل. تمام، وناخد بالنا قوي بقى إن فاندر تاج دي بيجي معاها فيرب هابين، يعني أقول إيش هابي هويتي فاندر تاج، يعني أنا النهاردة عندي رحلة أو يوم تجويل. طيب نخش على كلمات الداس بقى. das heft يعني كراسة، das buch يعني كتاب، das lineal مسطرة، das taschenmesser الصوفة، das blatt يعني ورقة، das napkin يعني مقلمة، das bild يعني صورة، das Turnzeug اللي هو لبس البي اي، das Klassenzimmer اللي هو الكلاس روم. تمام، نخش على كلمات الدي. دي طاشي، ونحط عند الطاشي كده لتر ايه هنا اخرها ايه، طاشي يعني شنطة، شيغي شيغي يعني مقص، طافل طافل يعني سبورة، غايدي يعني طباشير، مابي يعني فايل، لاند كارتي يعني خريطة، كاسيتي يعني كاسيت، وفاغبي يعني لون. طيب ايه اهميه الليكسيون ده، يعني ايه اهم حاجه فيه؟ لازم نحفظ الورد شاتس بالارتيكل بتاعها، يعني ما ينفعش تقول لي ان هفت يعني كراسه وخلاص، لا لازم تبقى متاكد ان الارتيكل بتاعها داس. كغايدي انت عارف معناها، بس لازم تبقى متاكد ان الارتيكل بتاعها دي. يبقى انا الورد شاتس اهم حاجه ان انا في الدرس ده ان انا لازم اكون متاكد من الارتيكل بتاعها. طيب تعالوا بقى نخش كده على زايتي زيكسو اند سبانزش، شوف تتكلم عن ايه دلوقتي. انا عندي في الدويتش احنا لسه قاريين الكلمات، وقلنا ان انا عندي دير وداس ودي، وعندي كلمات دي برال. طيب الدير والداس معناهم، والدي والدي معناهم ازاي؟ اشتمت ارتكل يعني اداة تعريف، بعرف الكلمة زي الانجليش وبقول ازاي. طيب قم اشتمت ارتكل يعني اداة نكرة، نكرة يعني ايه؟ يعني بحط ايه. طيب يبقى الدير والداس بياخدوا اين بس، الدير والداس بياخدوا اين، الدي هتاخد ايني، والدي بلورال نول. يعني ايه داش او نول؟ يعني ما ينفعش اقول ايني لان ايني معناها ايه حاجه واحده، ما ينفعش اقول ايه بوكس، لكن بقول ايه تو بوكس ثري بوكس. فنفس الكلام قلت باي بوشر تغاي بوشر، لكن ما ينفعش اقول ايني بوشر واحد كتب، ما ينفعش. طيب النيجاتيون اللي هو النفي، النيجاتيف النفي بتاع اين كاين، والنفي بتاع اين بتاعت الدس برضو كاين. طيب الدي المؤنث النفي بتاعها ايه؟ كاين. تمام، طب نيجي عند الدي بلورال، احنا قلنا ان هي ملهاش اداة اثبات، ملهاش ايني، لكن ليها ايه؟ ليها نفي، ليها كاين. يقول لك
ich habe keine Bücher. أنا مش معايا ولا كتاب. ich habe keine Bücher. نخش على البوزيتيف أرتيكل، ضمائر الملكية وأدوات الملكية. ايش هتبقى ماين، ماين اللي هي زي ماي بالانجلش. طيب ودو هتبقى داين، تمام. طيب ماين امتى اقول ماين امتى اقول داين؟ ماين لما تبقى حاجه بتاعتي ماي، وداين لما يبقى حاجه بتاعتك يو. اقول ماين بس مع الكلمات الارتيكل بتاعها دير وداس، والدي والدي بلورال هنضيف ايه؟ يبقى ماين. نفس الكلام في داين، الداين بتيجي مع الدير والداس بس، انما الدي بلورال هتبقى داينين. نرى البايشبيل اللي موجوده في البوكليت، بيقول است داس داين كولي، هو ده كولي يا داس است ماين كولي. ايوه ده الكولي بتاعي. انا يعني بقول له است داس يعني از ذس يور بن، ده قلمك؟ يس ذس از ماي بن، يبقى يا داس است ماين كولي. طيب اللي تحت بيقول زند داس دايني بوشر، ليه انا قلت زند؟ علشان انا عندي بوشر بلورال، يبقى زند داس دايني بوشر هي دي كتبك؟ يا داس زند مايني بوشر، ايوه دي كتب بتاعتي كده. الف شتين كلكم فاهمين؟ ريز يور هاند بقى عشان هنبدا نحل مع بعض الاوز فيلن، تمام. هنبدأ نحل زي تزيين من ضد سبانزش. نمبر آينس داس إست كايني ولا كاين ولا آيني فولر؟ احنا قلنا ان فولر لسه قاريينها فوق، الارتيكل بتاعها ايه؟ ها يعني انا بس هفهمك الدنيا في اول جملة، وبعد كده انت بقى انتوا هتبدأوا تحلوا. نمر آينس داس إست كايني ولا كاين ولا آيني فولر؟ فولر يعني إيه؟ قلم حبر، تمام؟ طيب هعمل إيه؟ لازم أشوف الأرتيكل بتاعها إيه؟ إحنا لسه قاريينها إن هي دير. طب أمال إيه داس إست اللي في الأول دي؟ داس إست اللي في الأول، حد يقول لي ما هي مكتوبة داس، أقول لك لأ، داس إست معناها ذيس إز. طيب أنا بقول لك هذا قلم، يبقى داس إست هتبقى أنهي واحدة من التلاتة؟ احنا عارفين ان الدير كانت بتاخد اين، طب انا ما عنديش اين، عندي ايه؟ كاين. يبقى نمر اينز هيبقى الانتفورت بتاعتها كاين، ليه؟ علشان الفولر في الدير والدير بتاخد اين، ما عنديش اين يبقى هختار كاين. طيب نمر سباي بقى raise your hand، هي مين عارف نمر سباي؟ يلا يا نزار. ميس هتبقى ايني لان مافي بتاخد دي. تمام دانك بريما، هتبقى ايني علشان المابي بتاخد دي، مابي يعني فايل فهياخد دي. طيب نيجي عند، طب انا عندي اتنين ايني، معلش هي في واحدة زيادة يعني كان المفروض تبقى مثلا اين بس، فاحنا هناخد ايني اي واحده فيهم. طيب نمر دغاي، مين يعرف يحل نمر دغاي بقى؟ هير مولر هات كاين ولا ايني ولا كايني تشتر؟ ناخد بالنا قوي من تشتر. ها مين يعرف يحل نمر دغاي؟ يلا يا محمد. هتبقى كايني صح؟ كايني ليه بغوم؟ عشان تشتري تقريبا الأداب يعني الارتيكل بتاعها دي، ما هي لو دي العادية هنقول ايني، انت قلت كايني صح؟ هي أيوه. صح كايني صح، بس ليه بقى السبب؟ عشان تشتري ايه؟ بلورال، مش انا قلت ان البلورال ما ينفعش اقول بلورال تقريبا؟ ايوه ما ينفعش اقول ايني مع البلورال، فهي هتبقى كايني عشان هي ايه؟ بلورال، تمام؟ شنها برونا. تمام دانك يا محمد بريما. نمر فير انا تاني يا ميس. لا خلاص بقى ندي فرصة لحد غيرنا. دانك يا محمد. طيب نمر فير بيقول بس استداس هيبقى اين ولا ايني ولا كايني هيلد؟ ها نمر فير هتبقى ايه؟
يلا يا زينة. هتبقى اين بيلد هتبقى اين بالفيلم؟ عارفة اين؟ ليه؟ عارفة ليه هتبقى اين؟ نعم عارفة ليه هتبقى اين؟ اي، علشان بيلد بيلد اداتها دس. تمام، بريما يا زينة، دونك. طيب نمر فون في دازيند ايه كوليز. انا بصوا بقى، اول ما قلت دازيند خلاص المفروض ان كده الاجابة وضحت جدا، لان انا قلت زيند يبقى اكيد الكلمة دي الارتيكل بتاعها ايه. ها مين يعرف يجاوب؟ فير هاد دي انت وورد. هما دول بس اللي عارفين، فين الباقي؟ الناس المتفرجة دي مش هتشارك ولا ايه؟ يلا يا لوج، هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى كاينة فارو. كاينة ليه قلتي كاينة؟ عشان ايه؟ زند. عشان زيند بلورال. ما هو زيند كده يعني الكلمة كوليز ارتكل بتاعها دي بلورال، وانا دي بلورال ما ينفعش اجيب مع اين، هتبقى قايم. كلار ثانك يو يا كلار لوجي. يا طيب السؤال اللي بعد كده نمر 6، دير ولا داس ولا دي بلاي شتيفت استنى. هنا بيسألني عن ارتكل عادي، هقول ايه بقى؟ البلاي شتيفت كان بياخد ارتكل ايه؟ يلا يا احمد، هتبقى ايه؟ هتبقى ايه يا احمد؟ يا فراو، يا فراو هتبقى دير، بريما. هتبقى تبقى دير دير يا بلاي. فراو عشان بلاي شتيفت. تمام دانكي بريما، هتبقى دير بلاي شتيفت. طيب نمر 7، كوف استدو كاين ولا ايني ولا اين شيغي. لازم تبقى عارف ارتكل كلمة شيغي ايه. مين عارف؟ مين يعرف؟ نفس الناس اللي بتبقى عارفة كل مرة. يلا يا جنى، يا جنى ناس هتبقى استنوا، هي عارفة. اين لا احنا لازم نبقى متأكدين من الارتيكل كلمة شيغي. شيغي قلنا في الايه، كلمات ايه؟ مش احنا لسه قاريين الكلمات مع بعض؟ بص كده لو رجعت لها هتلاقي ان شيغي الارتيكل بتاعها دي. طب انا لما اقول لك ان ايوه هي دي هتختاري ايه بقى؟ ايني ايني. ده تمام، يبقى نمر زيبين ايني. طيب نمر اخت، نفس الكلام، عايز ارتكل دير ولا داس ولا دي طافل است جود. هختار ايه؟ احنا بنسأل في اسئله سهله جدا، يعني المفروض الاقي يعني الناس كلها رفع ايديها. مروان، هتبقى ايه مروان؟ دي طفل. دي طافل. بريما، تبقى دي طافل. طيب نمر 9، فو است داين دي ولا طفل. قاين. دانكن بريما. نمر 9، فو است داين ولا قاين ولا داين لينيول. لازم ابقى متأكدة من ارتيكل كلمة لينيول واشوف هتاخد ايه. ها نمر 9 هتبقى ايه؟ انا عايزة ناس جديدة والدرس صعب. بسمع لها. لا بسمع لها. هتبقى ايه بسمع لها؟ هتبقى داين. بريما. داين عشان اللينير الارتيكل بتاعها ايه؟ داين. يا ريشتش داين. ليه بقى داين؟ ايه ليه داين؟ انا عايزه ابقى اشوفك فاهمه ولا مش فاهمه. ليه داين؟ داين عشان الارتيكل بتاعتها دس. بريما دانك يا بس ما داين عشان الارتيكل بتاعتها دس. طيب نمرة 9، ماين ولا ايني ولا اين شبيت ولا كاين شبيتر اسم ناين. هختار ايه؟ ها
هتبقى ايه اسماعيل؟ ها هتبقى ماين يا ميس، عشان خاطر سبيتزر هتبقى اتتها دير. صح، دانكي هتبقى ماين شبيتسر. بعد كده بس ist das لاند كارت، لازم ابقى عارفه يعني ايه لاند كارت والارتكل بتاعها. هيبقى بس ist das، هختار ايه بقى؟ يلا يا زينة، هتبقى ايه؟ تبقى اينه بريما اين لاند كارت، عشان هي الارتيكل اينه بتاعها دي. بريما يا زين. طيب نمر 11، نمر 12، اين ولا كاين ولا ايني باتروني قصه نشتي فيل. باتروني احنا ما اخدناهاش، اللي هي خرطوشه الحبر. لما اقول لك طيب ان الارتيكل بتاعها دي، يبقى كده هتعرف تختار. ها هتبقى ايه بقى بعد ما قلت الارتيكل؟ ها هتبقى ايه يا محمد؟ هتبقى ايه؟ معلش سؤال تاني بس يا ميس، عشان خاطر نمرة سين، قصدي نمرة سؤال تاني بس معلش. أين ولا كاين ولا أيني بتقول ماشي نشت فين؟ سؤال رخم أوي الصراحة. ما احنا قلنا البطغوني ده الارتيكل بتاعه دي، فلما قلنا ان الارتيكل بتاعتها دي، يبقى تاخد ايه بقى؟ أيني 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 ايني طبعا. تمام ممكن. ماشي طيب نمر دغايت سين، هي اخر حاجه كده يلا عشان نشوف الصفحه اللي وراها. نمر دغايت سين في است كلاس تي. لو انت عرفت كلمه الارتيكل بتاع كلمه كلاس، هتعرف تحل على طول. ايه الارتيكل بتاع كلمه كلاس؟ ها مين عارف؟ يلا يا احمد، قصدي يلا يا نزار، هتبقى ايه يا نزار؟ ميس، هو كلاس الارتيكل بتاعها دي، هو يلا كلاس الارتيكل بتاعها دي، ايوه هتبقى ايه يبقى بقى؟ ميس هتبقى دايني تمام، يبقى انا دايني. لازم دانكي، هتبقى دايني ريشتش. يعني يبقى انا لازم في الدرس ده وريتك اهو ان انت حتى لو فاهم الرولز بتاعتي بتقول ايه، بس مش عارف احل من غير لما ابقى عارف الايه الارتيكل. فانتوا الباقيين بقى تحلهم بناء على الارتيكل وتختاروا ماين او داين اين اقايني على حسب ارتيكل الكلمه. نخش بقى في الزيت اللي وراها، بيتكلم عن البلورال، بيقول ان كل كلمه عندي في الدويتش ليها شكل في البلورال بتاعها، انا ما عنديش شكل ثابت لجمع الكلمه. عندي مثلا اول مثال، عندي دير ليرر، البلورال بتاعها دي ليرر، نفس الكلمه. يعني انا في كلمات مفردها جمعها بس بغير الارتيكل بس، زي فولر هتبقى دي فولر، كوجلش غايبر اللي هي قلم جاف هتبقى برضو دي كوجلش غايبر. يبقى انا عندي اساسي في البلورال بيبقى الارتيكل بتاعه دي، يبقى اول جزء نفس الكلمه بس بغير ارتيكل. طيب تاني جروب عندي، بغير الارتيكل اللي دي اساسي وبحط له في الاخر ايه، يعني ده فغايند هيبقى دي فغايند، دي بس هفت هتبقى دي هفت، دير فاندر تاج هتبقى دي فاندر تاجي، وهكذا بقى. يبقى هنضيف دي في الاول وايه في الاخر. بعد كده الجروب نمر دغاي بنعمل ايه؟ بنغير الارتيكل، طبعا اتفقنا ان الارتيكل ثابت دي في البلورال، وهضيف اس، داس اوتو هتبقى دي اوتوز، دير كولي هتبقى دي كوليز، وهكذا. الجروب نمر فير هنكتب الكلمه زي ما هي، هنحط هنحول الارتيكل دي ونحط في الاخر ان، يعني دي طفل هتبقى دي طفل، دي شوله هتبقى دي شولن، دي فاغبي دي فاغبن، وهكذا. طيب عند الجروب نمبر 5 بنحط املاوت، واخدين بالكم من الاملاوت اللي فوق دي؟ بنحطها طبعا على الحرف الباول، اللي هو دي تختر هتبقى دي تشتر، دير فاتر هتبقى دي فيتر، وهكذا. نمبر 6 هنحط املاوت بس هنضيف كمان في الاخر ايه، دير زون هتبقى دي زونة، دير شتات هتبقى دي شتتة،
وهكذا. الجروب نمبر 7 هنحط املاوت واي ار في الاخر. تسبوخ هتبقى دي بوشر، درمان دي منر. طيب الجروب نمبر 8 هنغير الارتيكل بتاعت الكلمه دي ونحط اي ان في الاخر، دي فغاو دي فغاون، داس فيرب دي فيربن. الجروب نمبر 9 هنغير الارتيكل دي ونحط اي ار في الاخر، داس كيند طبعا كلنا عارفينها دي كيندر، وداس بيلد دي بيلدر. نمبر 90 بيقول ان احنا عندنا هنغير الارتيكل ونحط في الاخر ان اي ان. تعالوا بقى في نمرة 90، مش احنا قلنا عايزه اقول دار شولر يعني طالب، عايزه اخليها طالب، وانا عشان اخلي الوظيفه المذكر مؤنث بعمل ايه؟ بنضيف اي ان في الاخر. فدي شولر دار شولر طالب، المؤنث بتاعها دي شولغان يعني طالبه. طب عايزه اجمع بقى اقول طالبات مؤنث، هقول ايه؟ دي شولغنن. دير ليرر يعني مدرس، واتفقنا ان ليرر البلورال بتاعها ليرر زي ما هي بس بنحط دي. طب انا عايزه اقول بقى ان دولت مدرسات، انا يعني حددتهم ان هم مدرسات، يبقى لو هي مدرسه واحده مؤنث اقول دي لغغن، مدرسات هتبقى دي لغغنن، هنضيف ان اي ان. تعرفوا الارجنسن بقى كده، ناخد كده كام حاجه بسيطه عشان انتوا تذاكروا الاول البلورال وتعرفوا تحلوا. يعني نمبر اينس ركزوا لي فيها قوي، فيلر زيند توير، هاي هتبقى ايه؟ هنا عايزه احط ارتكل هتبقى ايه؟ وركزوا لي فيها قوي نمبر اينس دي. يلا بقى ريز يور هاند، مين عارف؟ هتبقى ايه مروان؟ دي ليه قلت دي؟ مش الفلور الارتيكل بتاعها دير؟ طيب مروان بس هو هنا بيقول زينت، برافو عليك، علشان هو هنا بس هو بيقول زينت. بقول لك ديما يا بشوفك فاهم ولا لا، احنا عارفين ان الفلور دير صح، بس هنقول دي علشان انا عندي هنا زيند، فزيند بلورال، فناخد بالنا في الامتحان من حركه زي دي، عايز حد مركز، فنركز هو عايز ايست ولا زيند. دانكي يا دانكي. طيب نمرة سفاي، شبيتزر ايست جوت، هحط ايه بقى نمرة سفاي؟ يلا يا جانا، هتبقى ايه جنى؟ دير يا دير شبيتزر، هنا قلت دير عشان عندي است عادي فهي مفرد فتاخد دير. دمك يا جنى. طيب اللي بعدها نمر دغاي، في لانج دورت، ده سؤال بقى كده ركزوا لي فيه شويه. في لانج دورت يعني كم مده، دورت يعني يستغرق. فيلم، حد يعرف ارتكل كلمه فيلم ايه؟ واحنا ما قلناش في الكلمات فوق، هي كلمة قديمة شوية بس حد عارفها؟ فيلم الارتيكل بتاعها ايه؟ يلا يا زينة دير، يا بريما يا زينة دير فيلم، يبقى في لانج دور دير فيلم، ايه المدة اللي هيستغرقها الفيلم ده؟ اوكي يلا نمر في الاخر حاجة، دير ايه حاطط فول في فاغبن دير ايه؟ عايز حد ما يجاوبش بقى. قول يا احمد. امال كاستل؟ يا دير مال كاستل هادس وولف فاغ ده اوكي. طيب كده اليس فلار، احنا كده اخدنا الورد شوتس، ترجمنا معانيها، وقلت لكم اهم حاجه نبقى عارفين الارتكل، واخدنا البلورال فورم، شكل الكلمات في الجامع بتاعها، والبايشبيل اللي على الجانسون دي تحلوها بعد ما تذاكروا البلورال. تمام، يبقى احنا هنكمل على هذا بقى، ايه نحط ارتكل، نحط اين واين، نخلي الكلمه مفرد، هو عايزها جامع بتاعها،
وهنبقى نقولها إن شاء الله بإذن الله الحصة اللي جاية مع بعض، أشوفكم حليتوهم إزاي. يا دانكي ماي ليبي شولر، يا رب تكونوا إن شاء الله فهمتوا. تشوفوا، أشوفكم على خير بإذن الله. تشوفوا.